مرحبا بكم. اليوم نناقشوا قانون الهجره او التسويه الجماعيه اللي بزاف ديال الناس هضروا عليها مؤخرا وحتى حنا هضرنا عليه. مرحبا بكم، ما تنساوش ديروا لايك وديروا شيريك وما تنساوش تجيب واحد القهوه وجلس معايا وغنشرح لك بالضبط شنو غادي يكون ان شاء الله في شهر 3. شنو هما الافكار ديال اسبانيا اتجاه التسويه الجماعيه واتجاه الريغو بارا فورماسيون. مرحبا بكم الاخوان، اليوم غادي نفتحوا كلشي، يعني غادي نبينوا كلشي بالتفصيل وكلشي بالتدقيق ونفهموا الاخوان اللي كيخليو لي كومونتيرات كلشي بالتفصيل على بركه الله. كما كتعرفوا حنا دائما كنجيبوا الجديد. المسايس هي اللي ولات في بلاصه ديال يعني الوزير القديم، هو اسكريبا ما بقاش دابا، ولا وزير الضمان الاجتماعي او لا مسؤول الضمان الاجتماعي. اليوم غادي نهضروا على المسايس. المسايس اللي دخلت بواحد السرعه كبيره ما شاء الله، وباغي تطبق بزاف ديال التعديلات او باغا دير بزاف ديال التعديلات وبزاف ديال القوانين. قالت غادي نديروا تعديلات في جميع القوانين الهجره، وغادي نديروا تسهيلات في جميع تراميتيس، وغنقصوا بزاف ديال الوثائق يعني بزاف ديال الاوراق، وغن ما نبقاوش نطلبوا بزاف ديال الوثائق من عند المهاجر، وكذلك تراميتيس ما يبقاوش يتعطلوا. يعني بارطاجيو لينا هذا الفيديو ولايك، كتهمنا بزاف الاخوان باش كيوصل الفيديو ديالنا، باش كتشجعونا باش حتى حنا كنزيدو نقلبوا ونبحثوا في هذه المواضيع ديال الهجره. يعني على بركه الله، المسايس هضرت على النقطه الاولانيه، قالت بان الناس اللي عندهم الاوراق بويد، ما قالتش هي الريغو بارا فورماسيون، يعني الاوراق بويد راه باينين، كاين في الريغو فورماسيون، كاين في جميع القوانين اللي ما عندكش حق ديال الخدمه، يعني عندك اقامه بدون عمل. بالي اول حاجه قالت بان حنا عار علينا هذاك المهاجر اللي جالس في نفس اسبانيا وعنده الاوراق ماشي هاد الخدمه وما يقدرش يخدم، وهو جا من هنايا، يعني جا من بلاده جا هنايا باش يخدم. النقطه الاولانيه هو جا باش يخدم، والنقطه الثانيه حنا راه عار علينا، يعني هاد السيد هذا ما كيدخلش باش يساهم في الاقتصاد الاسباني. يعني المفهوم ديالي انا راه واضح، وانت ديالك اخويا ولا اختي. لنفرض انت قريتي الريغو فورماسيون، عطاوك الكورسو قريتيه وساليتيه، واش عارف بان انتينا اسبانيا شحال كتخلص عليك؟ واش عارف بان لينيم شحال كتخلص ديك المدارس، ولينيم الدوله هي اللي كتخلصها، يعني الدوله هي اللي محكمه فيها؟ واش عارف بان داك الكورسو اللي كتقراه كتجبر فيه الاستاذ اللي كيقريك وكتجبر فيه كيعطيوك الحوايج وسبردينه وكلشي باش تقرا، وكيعطيوك واحد ايوده صغيره كل شهر وواحد البيكه؟ واش عارف راسك بان هذاك الموظفين اللي كيكونوا خدامين في ديك المدرسه، عارف راسك بانك تخلصوا من الدوله؟ خصك تعرف بان اي حاجه فهاد الريغو فورماسيون راه ثق فيا وراه كنهضر معاك من القلب الصافي، راها عندها فيها افاده اسبانيا. واخا ما تكونش عندك فيها يعني عندها فيك افاده اليوم، ولكن جايه واحد الساعه اللي غتكون عندها افاده، وهاد الساعه هي هاد 2024. اسبانيا المسايس راه لمحات وقالت بان في الاخر ديال شهر جوج، يعني غيكون اجتماع وغتعطي بعض التعديلات، وفي الاخر ديال شهر ربعه وفي الاخر ديال شهر ثلاثه وفي الاخر ديال شهر خمسه، يعني في الاخر ديال شهر خمسه الفينال، غادي تحطوا جميع التعديلات وجميع القوانين. يعني غدير هي تعديلات، يعني بحال في ريغو فورماسيون غدير فيه شي تعديل خطير. يعني ريغو فورماسيون بيني وبينكم ماشي التسويه الجماعيه ولا حيدت كونتراتو. مش حال واحد يقول لك علاش غتحيد كونتراتو راه ما تقدرش، لا. ما هو الفرق ما بين ريغو فورماسيون وريغو سوسيال؟ ما كاين حتى شي فرق، من غير ديك العام اللي كيكون باقي لك باش تكمل 3 سنين وتدفع الاوراق ديال ريغو سوسيال تقلب على كونتراتو. ما هو الفرق؟ هذا هو المفهوم ديالي. ما هو الفرق ما بين الريغو سوسيال والريغو بارا فورماسيون؟ كاين الفرق واحد الاخوان ديالي، هو الفرق ديال اونانيو بيناتهم. يا خور تقدر تدفع في 3 سنين وهذا تكون عندك عامين تدفع، ولكن دابا الناس بدات كتعيق ما كتلقاش الكونتراتو. يعني شنو كدير؟ كدير بان غتمشي للريغو سوسيال، وكاين اللي كيدير ريغو فورماسيون غير باش يمشي للمغرب، ماشي سفر البلاد يشوف الوالدين. ولكن بالنسبه ليا انا والفكره ديالي انا، غنعطيكم الفرق اللي كاين ما بين الريغو سوسيال والريغو بارا فورماسيون. الريغو بارا فورماسيون خصك تقرا، خصك تجبر كورسو في 3 ميسيس، وخصك اسمعني مزيان، خصك تجيب فابورابلي هو الاول، خصك تجيب ماتريكولا قبل ما تكمل 3 شهور، وخصك تنجح فيها، وخصك دير براكتيكا، وخصك تجيب فاميليا ديك الكونتراتو، يعني خصك تجيب كونتراتو فاميليا ديك الكورسو اللي عندك، يعني ماشي ضروري يكون بحاله ولكن قريب ليه. اه ولا ما لقيتيهاش دازت عام و 3 شهور الوراق ديالك باي باي. فالي نرجعوا للريغو سوسيال،
نعطيكم الفرق فين كاين. في الريكو سوسيال عندك تريسانيوس كونتراتو انديفينيتو، كتدفع استرانخيريه في لي فورمي ديالك وكتستنى فابورابلي ديالك يا اسطى. يعني كاين فرق. شنو هو؟ هو في هذه المرحله كنشوف بان الريكو سوسيال سالك على الريكو فورماسيون، حيتاش الكونترا اللي داروا في الريكو فورماسيون ما خداماش، حتى بري كونترا ما خداماش اصلا. بري كونترا هي اللي كيطلبوك في الريكو سوسيال. يعني الريكو فورماسيون خص يكون عنده فرق. ما هو الفرق؟ عندنا نعطيوك الوراق، نجحتي تبدل الوراق ديال الخدمه، فانا بركه الله ما كاينش دير ريغو سوسيال ودير لي فورماسيون وفوق منها جيب ليا الكونتراتو. وراه هذيك الكونتراتو اللي ما لقاوش، راه 99% ديال المهاجرين هنا في اسبانيا راه عندهم 4 سنين 5 سنين وما عندهمش الوراق. يعني مشكل ديك الكونترا ولا بري كونترا، يعني هنا نهضروا على بري كونترا، مشكل ديك بري كونترا اولا ديك واحد العام شكون غادي يعطيه لك؟ يعني ما كاينش اللي يعطيه لك. يعني من هذه النقطه هذه ومن هذا المنبر انا كنقول لكم بان التسويه الجماعيه ان شاء الله يا ربي غادي تدخل في الريغو بارا فورماسيون. انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليه، شحال من واحد غيجي يقول لك هي تقدر دير التسويه الجماعيه واحد المده وتشدها، وراه هذيك التسويه الجماعيه هي فيها كونترا. راه ما تجيش وتعطيك الوراق بلا كونترا، راه ولا بغات تعطيك الوراق بلا كونترا خويا دير لك التسويه الجماعيه ولا اختي، الا ديروا لك فريغو فورماسيون اللي خاسره فيها الدوله الفلوس زباب الفلوس. راه غير ما كتسمعوش، راه غير ما كتفهموش، يعني ما كنهضرش عليكم نتوما، يعني على الناس اللي كيهضروا على الخواري، راه غير بنادم ما كيفهمش. راه من نورمالمون ولا جينا نهضروا في المنطق ويعني نديروا بين هذه وهذه، راه الريغو بارا فورماسيون الدوله كتخلص فيه الزباب ديال الفلوس. وهذا الريغو فورماسيون النهار اللي خرجوه داروا خصك تجيب كونتراتو في نفس الميدان ماشي فاميليا، وخصك تقرا كورسو فيه 200 ساعه 20 ومن فوق 220 ساعه ما فوق، وكورسو سيرتيفيكادو تي بروفيسيونال. داز 6 شهور داروا فيه تعديل، وهاديك التعديل هذاك شنو داروا فيه؟ حيدو ما تبقاش 200 ساعة، تقدر تقرا اونلاين تقدر حضوريا مخلط، وتقدر تجيب كورسو او تجيب براكتيكا فاميليا، يعني كونتراتو فاميليا هاديك الميدان، ما بقاتش كتطلب نفس الميدان. ودابا التعديل داروا دابا داز 6 شهور ملي داروا هاد التعديل، دازت كثر من 6 شهور، يعني هذه هي الفرصة مع انتخابات كشي علاش ما داروش تعديل اخر. راه كل 6 شهور كيديروا تعديل في هاد الريكو فورماسيون، وهاد 6 شهور يعني هاد الايامات هادو كنستناو التعديل في الريكو فورماسيون. كما قالت الما سايس اسكريبا قبل ما تجي انتخابات واخر شيء مع اخر تعديل، قال ليها يعني اسكريبا قال ايلاندا دياز بان حنا ممكن نديروا فيه الخدمه والقرايه في هاد الريكو فورماسيون. ومن مصلحه اسبانيا، والله يا اخواني في الله الا من مصلحه اسبانيا يولي الريكو فورماسيون فيه القرايه وفيه الخدمه، ثقوا فيا. وملي كندوي معاكم راه كنتحمل المسؤوليه، وان شاء الله هاد الوراق ديال نوي ترانزاكسيون ترافاخو ما غاديش يبقاو. كنهضر معاكم بحراره حيت راكم عارفين على من كنهضر، وعارف المعاناه ديال هاد الاخوان اللي ما لقاوش الكونتراتو او لا بري كونتراتو. انا عارف المعاناه ديال الانسان ملي كيشد ريغو فورماسيون ما كيبقاش يضرب الحساب الكونترا، كيضرب الحساب خصو يقرا كورسو، كيضرب الحساب ديك الايام شنو ياكل، ما كيخدم ما عندوش المدخول، حيت ملي كيكون كيقرا الكورس وما عندوش المدخول، وكيضرب الحساب خصو ينجح، وكيضرب الحساب عن غادي يدير براكتيكا، وهذاك اللي غادي يدير مع براكتيكا قدا ياكلو في شهر شهرين ما يخلصوش 3 شهور ما يخلصوش فيها. علاش؟ علاش ديك البري كونتراتو اللي غيعطيه هو اللي عطاها له غيخرجها فيه. وكاين اللي كيدير براكتيكا وكيستغلو هذاك الخفي، ما يعني كيدير براكتيكا بدون يعني بدون خلاص ما كتخلصش فيها براكتيكا، يعني ما في عندهاش حتى داخل هما اصلا. يعني من المكتب ديال براكتيكا كيعطيوك واحد الورقه كيقول لك هاد الورقه خصك تفيرمي فيها انت وخفي بان ما مخلصش. يعني كاينه المعاناه فالي. ولا ما عطاكش البري كونتراتو وانت درتي مع براكتيكا واحد شهر ولا 20 يوم، كلاك في ديك براكتيكا مشيتي ماتولك الوراق، بقيتي بلا وراق، يعني مشكله. ولكن يعني واخا كيموتولك الوراق ديال الكونفورماسيون كتبقى انسان مقيم قانوني، حيت انت درتي داكشي اللي طلبات الدوله منك وما لقيتيش يعني الكونتراتو، يعني ما لقيتيش فين تخدم، يعني ما لقيتيش الوعد العمل. غير هي خصك تكون كتفيرمي في لينيم في ديك الايام، يعني كتكون كتفيرمي في لينيم في ديك الشهور هذيك. هذا اللي كاين الاخواني، وكنتمنى من الله توصل الرساله ديالي للاخوان اللي كيحبونا والاخوان اللي كيثقوا فينا. والتسويه الجماعيه عام قريب ان شاء الله غتكون في الريكو فورماسيون، ثقوا فيا وديروا الثقه ديالكم كامله ان شاء الله في الله اللي خلقكم. مهما انا راه غير سبب، غير الاثبات اللي بغيت نثبت لكم راه كاينه مفاجاه وراه كاينه فرحه في فرحه باذن الله وقدره الله. وتحياتي لكم الاخوان، ونخليكم الفيديو القادم ان شاء الله، وفيديو اللي غيكون مور هذا ان شاء الله غيكون فيه المعلومات زوينه. يلا الاخوان تحياتي لكم.